في البداية بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الكريم وعلى آله وصحبه. في الوقت الذي نشكر فيه قناة نبع على هذه الفرصة لتحديد التعريف بالأعمال من أجل البناء والتشييد من أجل الأطفال من ليبيا. في البداية من الضرورة أن هذه الضربة أو أي ضربة هي إطلاقها تتبع وزارة التعليم وتطلع مصلحة المشروع التعليمية في مجال الصيانات. طبعا المؤسسه اي مؤسسه تعليميه طبعا استهدفت مصلحه المواقع التعليميه عدد المؤسسات التعليميه على مستوى ليبيا حوالي 1500 مؤسسه تعليميه. رياض الاطفال ايضا كانت من ضمن الاستهدافات لان كانت الصيانات هذه السنه وحسب التدفقات الماليه من الجهات المعنيه بالدوله هي صيانه خفيفه وسريعه وعدم وجود القيمه الكافيه لاستكمال الصيانات كامله وخصوصا لبعض المدارس ورياض الاطفال ايضا. اولا نريد ان نتم المشكله الاستاذ مصطفى مدير مراقب التعليم بمنطقه جسر الخيار على المجهودات ونحث ايضا على التواصل مع اداره الروضه والتنسيق مع اداره رياض الاطفال بوزاره التعليم لتحديد الاحتياجات ومدى صلاحيه المبنى من عدم العمليه التعليميه في معهد مستوى الاطفال. مصلحه المرافق التعليميه لا تعمل جهدا في استكمال الصيانات على مستوى ليبيا سواء في المدارس التعليم العام او رياض الاطفال. وهذه المرحله لان احنا لدينا تعامل مهم في هذا المجال. نعم. يعتبر هذه المرحله من المراحل الموجوده في السلم التعليمي ولكن التدفقات الماليه هي التي حالت دون استكمال او اتمام اجراءات الصيانه لكثير من المؤسسات في صيانات شامله. نعم. ونامل من الله سبحانه وتعالى ان يكون سنه 2019 من ضمن الامكانيات اللي هي تساعد في اجراء الصيانه لهذه الروضه وغيرها من رياض الاطفال على المستقبل. نعم. وشكرا. طيب بالاخص عذرا استاذ بشير ولكن احنا زي ما نعرف بان يعني مرحله او فتره ما قبل الدراسه فتره رياض الاطفال اللي هي ممكن اصبحت مهمه جدا بالاخص ان ممكن في تضارب في الاعمار ووزاره التعليم اصدرت قرار بان هي بضروره تواجد الاطفال في 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 رياض الاطفال او المرحله ما قبل الابتدائيه لتجهيز واعداد الطفل ولكن هنا لم نرى اي لربما حتى ولو بشكل طبيعي لربما الأطفال وأولياء الأمور لا يعني لم يطالبوا بشكل أو بشيء لربما هناك معاناة واضحة ربما يعني سيد بشير. نعم يعني لا توجد أي مواصفات. هل يمكن استثناء منطقة قصر خيار مثلا يعني هل يمكن استثناء منطقة قصر خيار باعتبارها لا تملك أي مؤسسة يعني غير متهالكة مؤسسة جيدة لتجهيز هؤلاء الأطفال؟ احنا نقول حاجه اولا بالنسبه لرياض الاطفال زي ما قلت لك هي موجوده في سلم التعليم في وزاره التعليم. الاهتمام برياض الاطفال هو ما قبل حتى رياض الاطفال يجب الاهتمام بالضبط والتركيز على مواهبه وزاره التعليم انشات اداره مستقله اسمها اداره رياض الاطفال للاهتمام برياض الاطفال على المستوى الليبي ووفرت السنه الماضيه ما قيمته حوالي 24,000 مقعد لرياض الاطفال. وزارة التعليم لا تعمل جهدا في الاهتمام برياض الاطفال وزي ما قلت لك ولكن ما يحول دون ذلك هو عدم وجود التدفقات الماليه الكافيه من الجهات المعنيه في الدوله لاستكمال الصيانات. ولكن انا بقول ان بامكان ان اذا كان مسؤول التعليم بالمنطقه ان ينسق مع اهل مع المسؤولين في هذه الدوره بتاع الخيار على مكان يكون جاهز تعليميا افضل من هذا المكان، فلهم ذلك وهذا امر متروك فيهم هم في منطقه قصر. نحن سنستهدف كل مؤسسه تعليميه لمشيئه الله سبحانه وتعالى في سنه 2019 اذا تمت التدفقات الماليه الكافيه لهذه الصيانات ومن ضمنها مدرسه روضه اطفال بتاع قصر.